الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق من أهم العيوب الخلقية الموجودة في الأطفال. زمان كان علاجها صعب، دلوقتي مع التطور الحديث في التقنيات المستخدمة بقت سهلة جدا، والأطفال دولت بيعيشوا حياة طبيعية. فكرة العمليات المستخدمة لإصلاح العيوب دي إن إحنا بنبدأ بإصلاح الشفة الأرنبية بداية من شهر ونص لثلاث شهور. بنعمل في العملية دي ثلاث حاجات، بنصلح اللثة والشفة وكمان فتحات الأنف. بعديها بست شهور بنعمل عملية إصلاح شق سقف الحلق، وبعد كده بنكمل من خلال فريق من تخصصات مختلفة الأنف والأذن والتخاطب وكمان الأسنان. بعد كده بننتهي بالمراحل التجميلية اللي هي الرتوش النهائية من خلال تجميل الشفة وتجميل الأنف.